بيلعبها الى عادل عبد الرحيم في مكان سليم وبيحاول يعدي عادل عبد الرحيم داخل منتصف زد بيمينه يا سلام تسدد المرمى من عادل عبد الرحيم اللي كان السبب الرئيسي والمباشر في التسديده ارتدت من القائم وزقها عادل عبد الرحيم الفريق الهلال عادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم يحاول عادل عادل وداخل عادل صار لحظه المرمى لعادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم جنبه فهد مصبيح فهد مصبيح ياخذها ويقودها ويلعبها لعادل عبد الرحيم ثاني وعادل هيلعبها طبعا بالعرض ويلعبها ارضيه لخالد غانم داخل منطقه الجزاء و في خط الوسط الهلالي مع الكره بيلعبها لعادل عادل عبد الرحيم إشاد كرة بعدها صالح بالرأس أجمل الهلال خلصها سلطان مهنا لعادل عادل معه باخشوير يفوت من باخشوير ويمشي ولمسة يد على بعد خطأ عادل جمال عادل لعادل عادل لعبادي نقلة حلوة لعبة لكن يخلصها تروح أجمعك شيء الفريق الهلال عادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم يحاول يمر وفي خطأ في خطأ في خطأ في خطأ شوف لما انطلق عادل شوف 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 فيلهم شوف فيلهم من الخلف شوف شوف مقصية عادل مصيبيح لعادل عبد الرحيم سعد مبارك يجري معاه شارع العويران بيلعبها الى عادل عبد الرحيم في مكان سليم وبيحاول يعدي عادل عبد الرحيم داخل منتصف زد بيمينه يا سلام تسدد المرمى من عادل عبد الرحيم اللي كان السبب الرئيسي والمباشر في التسديده ارتدت من القائم بيهاجم سلطان اليوم في بعض دنقاسيا حسين بيكسها عادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم بيلعب كره طويله هناك لحيث يوسف بيطلعها خالد الغانم لعادل عبد الرحيم لفهد المصيبيح اللي بيتقدم يلعبها لعادل مره ثانيه يفوت من سالم جبريل لفهد المصيبيح يلعبها لعادل عبد الرحيم يلمها عادل حاول يمر كرة معاه يلعبها ناحية فهد العشاوي فهد العشاوي لعادل عادل يطولها قدام ناحية فهد المصيبيح فهد يلعب كرة عكسية ناحية يوسف جازع تروح لي تحدي بيلعب خالد الغانم اللي عند عادل وعادل بيحاور رجع كرة بيحاور برضه ويفوت من سعد بريك مرة عادل هذول يطلعها جهد عادل حاول يمر تلعب العادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم مع الكره برضه ماشي حاول يعدي وفعلا يعدي وبرضه الكره معاه يعدي ويلعبها ناحيه الجول وتضرب العارض وترجع مصابيح ويديها لعادل عبد الرحيم اللي بيغير اتجاه اللعب ينقل اللعب الناحيه الثانيه لمنصور بشير منصور بيخش مع عبد الله كرة الهلال بينظم هجمة فهد عبد الواحد عادل عبد الرحيم ترجع لفهد عبد الواحد لعادل عبد الرحيم مرة ثانية وهجمة سريعة للهلال وماشي ويديها السلطان المهنة والسلطان المهنة يقول له فهد وداخل منطقة الجزاء ومنصور وتتلعب بالعرض ما في أحد ويحطها قدام خالد غانم وهدف وسجل الهلال دي عادة للهدف اللي احنا شايفينه الآن اتأخر فاندر سرور وعلى المنطقة ولعبها عادل عبد الرحيم قوية بعرض الملعب وتروح هناك لخالد واللي يسجل منها عادل خالد
وشوطة قوية في مرمى محمد مترو ويسجل. يقول عليه خد عبادي مررها لعادل. عادل راح بالوسط لعبها لجة الثنيان سلطان المهنة لعبها بالعرض يشيلها دفاع الاتحاد. عادل عبد الرحيم يشتها هدف. فهد المصيبيح لعادل عبد الرحيم لسعد مبارك. سعد مبارك ناحية فهد المصيبيح. فهد العادل وداخل عادل صار لحظة لعبها لمساعد السويلم لعلي مرعي. يوسف جاسع يحاول لعبها بسات القوية عرض المرمى بسات القوة. شوف الإعادة لما رجعت. شوف 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 واحد منا كرة هناك هجمة لفهد. فهد ماشي يلعبها وشوتها فهد وهدف. يرميها سلطان المهنة يشيلها فهد لعادل. عادل لعبة طويلة قدام منصور بشير يصلح الجربوع. المصيبيح طالع مع العشاوي بيمررها العشاوي ناط مع أمين دابو والعشاوي بيحصل كرة داخل منطقة الجزاء خطرة بيمررها وبتسدد. الله هدف للهلال من تمريرة من العشاوي حطها عادل عبد الرحيم في الدقيقة 25. فادي العشاوي فادي العشاوي هنا مازن حولها إلى الخلف من موجود عادل عبد الرحيم بباطن قدم وسدد في الزاوية البعيدة على بعد المصابيح لعادل. عادل العبا فهد بيلعبها على طول مشيها لعادل عبد الرحيم. عادل ماشي ويرجعها للخلف. فهد بيلعبها لعادل على طول. هجمات سريعة بدأت للهلال وفهد ويخش أحمد سالم ويتلعب بالعرض ويا سلام منصور بشير تروح لفهد المصيبيح تلعبها لعادل وتنشات وشوت بترمي أو بيحاوروا برضو هناك دفاع. بعد مبارك بعد مبارك ينقلها ناحية عادل عبد الرحيم بالجهة اليسرى. عادل يرفع كرة عالية بالرأس من مشار العويران طبعا مصير التسلل. كرة مع عادل نشوف الكرة هذه يلعبها لمنصور كرة على أرفاد العشاوي ناشف العشاوي لعادل مشي كرة العادل. عادل بيرفع رأسه وأخيرا يلعبها لفهد العشاوي في اليسار من الاتحاد. عادل بيلعبها وأحمد سالم طلعها بقبضة يده ضربة ركنية. لعبت عالية تنقطع ترجع مرة ثانية لعادل عبد الرحيم سدد قوية طويلة وعالية قطعها بادي يجري عليها عادل عبد الرحيم وابو الحسن ياخذها. عادل عبد الرحيم يحاول يلم عادل عبد الرحيم براوغ عادل عبد الرحيم ومعاه ابو الحسن تلعب الكرة سعد مبارك لعادل. سعد مبارك يصلح وشوت يوسف سنيان ويقطعها ابو الحسن يحط الظهير ويلعبها عادل برا. عبد الرحمن اليوسف داخل يلعبها ناحية سعد مبارك مرة ثانية. سعد مبارك يلعبها ناحية عادل عبد الرحيم يصلح نفسه عادل ولبعد المصيبيح داخل بعد المصيبيح سيبال خالد الغانم. خالد الغانم ينقلها ناحية عادل عبد الرحيم ويمشي عادل وداخل عادل حاور برضو الكرة معاه ويشوت ناحية الجول ومن جنب القائم لكن حارس المرمى يصد. دقيقتين وتنتهي هذه المباراة والكرة بتتلعب لعادل. عادل بيمشيها على طول لحسين الحبشي ومشيها على طول لعادل تاني بيلعبها طويلة قدام بيجري منصور وداخل منطقة جزاء ويصفر الحكم ويعرجل. الظهير اللي بيهاجم من هنا
الى العادل وشاطها في المرمى امسكها. هذه عادة، هذه الكرة رايحة لسالم، بيحاول يعكس لزملائه، بيحول الى عادل عبد الرحيم بيسدد، ولكن في اخر لا ننقص من خط المقدمة فريق الاتفاق، وجود مجموعة جيدة في الواقع. عمر باخشوان، جمال محمد، يلعبها لصالح حريف الفريق الهلالي، لعبة طويلة نحت عادل عبد الرحيم في اليسار ومعه سلمان قريني، يكسبها عادل وسلمان. عادل هجمة الهلال، ماشي فهد، عادل عبد الرحيم، عادل فهد مصيبي، عادل مرة ثانية ويلعبها وتطلع ضربة مرة فهد العشاوي، يلعبها فهد، عادل عبد الرحيم لما عادل وماشي عادل بيلعبها. عبد الرحمن اليوسف هناك، سلطان المهنا يديها لعادل عبد الرحيم، عادل دخل منطقة الجزاء لعبها بالعرض وبالمرمى ويسجل عبد الرحمن هدف. هذه عادة ليها، دي الكرة اللي جات من عادل وحطها في اللعب لعادل عبد الرحيم، عادل يطول ناحية فهد المصيبيح، استلمها فهد يلعبها لعادل، عادل يحاول يكسر نفسه من ناحية برضو يلت اللعب وتنشاط عبد الله جربوع، عادل عبد الرحيم، عادل يمر الجسم من واحد ومن اثنين، عبد الله السويد يخلصها ويلعبها طويلة ناحية سعد مبارك بالراس، سعد ناحية ناحية عادل عبد الرحيم، عادل طويلة ناحية مشاري، طويلة على مشاري أقرب لها محمد الفايز يلم. هجمة للهلال تصدم نفاوه في الحلق عالية تنقطع تروح لفريد المعيد، ياخذها عادل عبد الرحيم، ماشي عادل عبد الرحيم بيصلي، عادل عبد الرحيم يصلح لهدال، هدال ثاني لعادي، عادي لشوت المرمى و يصبها وترجع لفريد فهد. نشوف المخرج يعد لنا اللقطة دي اللي صدها طلال الدوسري شايفين ورجعت، ماشي حسين يلعبها ناحية عادل عبد الرحيم اللي داخل في النص، عادل يعدي من خالد الصقري برضو الكرة معاه، لكن فخودي عادل عبد الرحيم سيبها لسعد بريك، ياخدها عادل ويفوت من عيسى ويديها للجربوع، يلعبها لخالد الغانم، خالد الغانم ناحية عادل عبد الرحيم، يلعبها المصابيح وداخل المصابيح وداخل وتطول عليه وتطلع الهلالي بالانتصار، انا رجعها لفهد عبد الواحد، فهد عبد الواحد يلعبها لعادل عبد الرحيم، عادل عبد الرحيم جنبه فهد مصبيح، فهد مصبيح ياخذها ويقودها ويلعبها لعادل عبد الرحيم ثاني، وعادل هيلعبها طبعا بالعرض ويلعبها ارضيه لخالد الغانم داخل منطقه الجزاء وتتلعب عبد الرحمن لعادل، يرفع عادل ناحيه المرمى، الله تعتالي العب انه راح يلعب كره عكسيه شوف، لكن هو راح توضع على المرمى واعتلت العرض حتى عبد الله سعيع قبل. نكون مره اخرى مع الزميل زاهد قدسي. يفتانا في اللعب مرة تانية، وكرة طويلة لمنصور الرحمة وبيجري صلاح، فيصل البدين في خط الوسط، يبدو أنه عمر باخشوين، كرة بعيدة لعبت لهذال الدوسري بيطلع مبارك يلعبها لفهد المصيبيح، فهد لعادل عبد الرحيم، بيجري عادل عبد الرحيم وبيجري مع عبد الله بحيث الوراء، تحاول عادل يمرر لهذال طويلة طويلة وترجع تاني سعود الهريفي، خد عادل تأخر من الدفاع، فهد مصيبيح، عادل عبد الرحيم،
كشتها عادل سدد حطها عادل والكرة الحماس كله صار في دقيقة واحدة أو دقيقتين اللي في آخر المباراة في خطأ على فريد عدي من البانا برضو الكرة معاه يلعبها ناحية عادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم يصلحها لنفسه لكن سالم الجبري يشيلها منه عادل عبد الرحيم لما عادل مر ماشي عادل برضو كرة معاه يلعبها ناحية فهد العشاوي داخل فهد العشاوي بعيدة انقطع صالح النايمة بياخدها ويلعبها ويجلي عنها ساعد بريك وتروح تتلعب ويبعدها هذا مصيبية عادل عبد الرحيم مر عادل حلوة يتجاوز خط النص عبها بينية جهة اليمين عبد الرحمن اليوسف اللي مسدد مدافعين وتلعب لعبادي ماشي عبادي وبالعرض لعادل قدام عادل لعبادل لهذال هذال بيجي العادل عادل بيلعب الجهة الثانية لناحية منصور بيجلي عنها بياخذها منصور ويجري منصور ويطلع حيلعب رمي التماس العادل عبد الرحيم عادل عبد الرحيم حاول يمر عبد الرحمن اليوسف عبد الرحمن اليوسف يلمها وماشي مع عادل عبد الرحيم يمشي عادل يلعبها ناحية فهد المسيبيع داخل فاول هجمة ثانية للهلال ده عادل بيحاول بيموي تعالوا هي سلام شيلها عبادي هذول الى عادل عبد الرحيم طالع مع طارق العواضي بيلعبها لطارق في اقصى اليمين ماشي معاده النهضه ولسه طبعا اليوم في مباراه ربما يسجل فيها ماجد لكن ما حد بينافسه في هجمه للهلال وتتلعب منصور عادل صالح لعبها جات عادل جات حاول يلعب سدد قويه حارس المرمى صالح خلف معه تروح لعادل عادل عادل حاول واحد واثنين برضو ماشي وبلنتي ضربة جزاء بلنتي الهجرة الدور الأول لعبة الكرة مين؟ ياخدها يوسف يوسف بيلعبها لعادل اللي بدون مراقبة عادل عبد الرحيم بياخد الكرة دي قدامه فريد عبد الغني اديها لفهد فهد المصبيح يحط رجله يبغى يدور على خنفاضي يبغى يلعبها لعادل بيلعب عادل على طول ودفاع الاتحاد افتكروا انه عادل يصوب الشيء بالعرض لعادل وحيشوت عادل يشوت فعلا وترتد من القاية